إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا، ونناقش فيها مستقبل علاقة الشرعية بالتحالف في ضوء الأحداث الأخيرة في شبوة وسقطرى. على وقع الأحداث التي شهدتها محافظتي سقطرى وشبوة وما تشهده عدن من حين لآخر، برزت أصوات من داخل صف الشرعية للتنديد بالاعتداءات على المؤسسات الحكومية من قبل تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمارات. هذه الأصوات تتعالى وتعكس حالة صحية تعزز من الشعور بالمسؤولية تجاه الثوابت الوطنية لدى هؤلاء المسؤولين، إلا أن الحكومة كمؤسسة وطنية لا تزال في موقف يبدو كما لو أنها طرف محايد، بل أكثر من ذلك اتهم رئيس الحكومة الإعلام المؤيد للشرعية بالتصعيد والتهويل دون ما تسمية الطرف المعتدي. التساؤل الأبرز في هذا السياق يتصل بعلاقة الشرعية بدول التحالف، خصوصا الإمارات، في ضوء هذه الانتهاكات التي تمس ثوابت الوطن وتهدف للنيل من وحدته ونسجه الاجتماعي. قبل النقاش نتابع التقرير. يوما بعد آخر ترتفع وتيرة الأحداث الأمنية في مناطق ومحافظات توصف بالمحررة، وكالعادة يكون المعتدي تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمارات، وفي كل مرة تكتفي الحكومة بموقف أقرب للحياد منه لدعم مؤسساتها التي تتعرض للانتهاك. الوضع في عدن وأخواتها أشبه بقنبلة قابلة للانفجار، ولا أحد يعلم متى سيكون ذلك. رئيس الوزراء معين عبد الملك العائد قبل أيام من أبو ظبي ظهر ليتهم الإعلام بالتهويل ويعلن احتمال تكرار الاعتداءات التي تطال مؤسسات الشرعية دون أن يفصح عن الطرف المعتدي. هناك من يسعى للتصعيد الإعلامي بشكل كبير جدا، لكن بعض هذه التوترات كما حدث في شبوة فيها خطورة، وحدثت بعض الاشتباكات لانتشار غير مرتب له من عناصر أو أجهزة أمنية. من المتوقع حدوث هذه الأمور، لا نقلل من خطورتها، لكن ما حدث في خطورة ولا نهول ما حدث، لأنه سنتعرض لأحداث مثل هذه كل فترة. موقف الإمارات من وحدة اليمن بات واضحا، إلا أن الحقيقة أن ما يجري ما كان ليتم لولا موافقة السعودية التي تقوم بدور الإطفاء، بينما هي قائدة التحالف الذي جاء أصلا لدعم الشرعية. في المقابل بدأت أصوات من داخل صف الشرعية تتعالى رفضا واستنكارا لما يجري باعتباره استهدافا صارخا لوحدة الوطن وانحرافا للتحالف عن مساره. أبرز هذه الأصوات كان رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر الذي قال إن الحوثيين أصبحوا في هذه المواجهة مجرد تكتيك يتم به خلط الأوراق وتمرير مشروع التقسيم. من جهته دعا عضو مجلس النواب علي عشال قادة الشرعية والأحزاب لاتخاذ مواقف جادة ضد عبث التحالف في اليمن، مشبها حالة الصمت إزاء الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية بما كان يحدث قبل سقوط صنعاء في العام 2014. أبدأ النقاش مع ضيفنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميحة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. بداية قراءتك للأحداث التي شهدتها سقطرى ومن بعدها شبوة. طبعا يعني هي أحداث ما كان ينبغي لها أن تكون، خاصة وأنها لا تصب في مجرى الهدف المعلن وهو هدف إعادة الشرعية. يعني لا يمكن بأي حسبة من الحساب أن نفهم أن تطورات في أقصى يعني نقطة من تراب اليمن يمكن أن تصب في مجرى إعادة الشرعية ودحر الانقلاب الموجود في صنعاء. هناك مسافة كبيرة بين المنطقتين. الأصوات الرسمية التي أو غير الرسمية التي بدأت تتعالى يجب أن تتحول إلى أصوات رسمية، ويجب أن لا يكتفي المسؤولون هنا وهناك بمجرد تغريدة أو تصريح، لكن يجب أن يتداعى المسؤولون من الشرعية، من مجلس النواب، من المسؤولين السابقين كالدكتور بن دغر، من داخل الحكومة ومن خارجها، من داخل البرلمان ومن داخل كافة مؤسسات الشرعية، ليس لتصريح هنا وهناك، لكن لاتخاذ مواقف. يجب أن تنسق المواقف بحيث تعاد صياغة العلاقة بين التحالف والشرعية إلى وضعها الطبيعي عندما كانت في بدايتها. كانت الأمور تمشي بشكل صحيح في البداية، في الشهور الأولى من السنة الأولى،
عندما كانت كان اليمنيون هم الذين يقومون بالمهام الداخلية عسكريا وأمنيا وغير ذلك. الآن اختلطت الأمور، لابد أن تصحح هذه العلاقة. لا يجب بشكل من وجهة نظري لا يجب أن يحمر طرف دون طرف. الحكومة متحملة كافة المسؤولية في تراخيها بالشكل الذي سمح للميليشيات المنفلتة أن تفعل ما فعلت. الحكومة أيضا متراخية في بعض التجاوزات التي حصلت أيضا من التحالف، لأنها لم تقل التحالف ما تفعل ذلك، أو لأطراف التحالف كالإمارات على سبيل المثال. لم تستنكر الحكومة، وبالتالي تنتظر الحكومة من ناشط هنا وهناك أو من مفسرك إنجاز التعبير هنا وهناك أن يتخذ موقفا. هؤلاء سيتخذون سيعبرون لكنهم لا يتخذون مواقف. الموقف يتخذه المسؤول، لا يتخذه المعلق، ولا يتخذه المراقب، ولا يتخذه الصحفي، ولا يتخذه الناشط السياسي، يتخذه الشخص المسؤول وتتخذه المؤسسة المسؤولة. نحن لا ندعو إلى هدم التحالف ولا إلى القطيعة بين الحكومة والإمارات، إنما ندعو بشكل بسيط وواضح إلى تصحيح هذه العلاقة. طيب أن دكتور محمد الآن تركز على المسؤولية الحكومة كأنك تستبعد مؤسسة الرئاسة. اليوم هي المؤسسة المفترض، البعض يقول أن مؤسسة الرئاسة هي التي يفترض أن تتخذ هذا القرار وهذا الموقف فيما يخص سيادة البلد. وأنا لم أقول الحكومة، أنا قلت الشرعية، مؤسسة الشرعية بشكل عام، حكومة ورئاسة، والرئاسة تتحمل المسؤولية قبل الحكومة. الرئاسة لأنها رأس البلد، ولأن الرئيس هو المسؤول السوري عن البلاد. يجب أن يكون هناك تحرك. يعني الوضع للأسف الشديد يسوء يوم بعد يوم، وهناك بعض المنزلقات الغير المحسوبة التي لا يحسب لها من يتجه إليها حسابا، لا يحسب حسابها. لماذا؟ لأنه لا يفكر على المدى البعيد، أو لأنه يفكر بعقلية ضيقة، أو لأن لديه مشروعا جهويا أو مناطقيا أو مصلحة ذاتية أو حزبية أو شخصية. هذه الأمور المجتمعة هي التي تعمي الأبصار عن رؤية الأخطار القادمة. هناك أخطار قادمة بلا شك، وهناك أيضا التركيز على أن هناك أطرافا غير حكومية في دول التحالف، مثل بعض الذين يغردون على تويتر من الأشقاء في الإمارات. هؤلاء لا يخدمون الهدف المعلن في عارة الشرعية، وهؤلاء يصبون في إطار إشعال النار في العلاقة المتوترة أصلا بين التحالف والحكومة. ينبغي لهذه الأصوات أن تسكت، ينبغي للحكومة والرئاسة أن لا يمكن أن نسكت هذه الأصوات إلا بتصويب العلاقة. ولذلك نحن نقول المسؤولية بشكل أساس يتحملها رئيس الجمهورية بحكم أنه المسؤول السوري. عليه أن يبدي موقفا، عليه أن يتكلم مع الناس. رئيس الجمهورية لا نحمله ما لا يحتمل، لديه خيارا، يعني لا ينبغي أن يسكت. إما أنه يسكت والأمور على ما يرام في العلاقة بينه وبين الإمارات على سبيل المثال، أو عليه أن يتكلم إذا كانت الأمور على ما يرام، من أجل أن يجد خفافا شعبيا ورسميا. وهذا سيصب ليس في صالح القطيع مع الإماراتيين، وإنما في صالح إصلاح العلاقة بين الرئاسة والحكومة والإماراتيين. الإماراتيون في الأخير هم لو وجدوا من يعني شخصا مسؤولا قويا ويعرف كيف يتفاهم معهم سيتفاهمون معه، لكن للأسف الشديد أن غالبية الذين يلاقونهم من اليمنيين لم يكونوا على مستوى الشعب، لم يكونوا على مستوى هذا الشعب العظيم، لم يكونوا على مستوى هذا الوطن العظيم، ولا هذا التاريخ العظيم، ولا هذا الجرح العظيم كذلك. يذهبون إلى هناك ويستجدون الفتات. ولذلك كثير من الأطراف في التحالف أو من أشخاص أو من مسؤولين في التحالف ينظرون إلينا كيمنيين من زاوية هؤلاء الذين يتسولون. نحن لسنا شعبا متسولا، نحن شعب عزيز. الزبيري قال ونحن شعب أبي مائد شرس، وينبغي أن نكون كذلك. لكن عليهم أن لا يأخذوا نظرة عنا من خلال هؤلاء المتسولين الذين يمدون أيديهم للفتات الذي يتساقط من هذه الموائد. أنا أقولها بكل صراحة أن هؤلاء المسؤولين الذين أنزلوا من مكانة اليمنيين لدى دول التحالف ولدى الدول الأخرى المختلفة هم السبب في هذه النظرة الدونية التي ينظر بها إلينا، والتي جعلت بعض الأطراف وبعض الأشخاص وبعض المسؤولين في التحالف ينظرون إلينا هذه النظرة ويتصرفون تصرفات وكأنه لن يردعهم أحد. على العكس، نحن نستطيع أن نتخذ المواقف، نستطيع كمؤسسة رسمية أن نتخذ أيضا المواقف التي تصوب العلاقة. يعني الكل في مركب واحد، التحالف والحكومة الهدف واحد والمركب واحد، والأخطار والنتائج السلبية لا سمح الله لو حصلت ستكون نتائجها نتائج على الكل.
وستعم الجميع. لا يجب أن يقول طرف أنه في منأى عما يحصل، يجب بكل وضوح أن تصحح هذه العلاقة غير الواضحة والملتبسة بين الشرعية وبين التحالف العربي. هذا ما طيب سأعود لك دكتور محمد ونقوله الآن. طيب تبقى معنا دكتور محمد ونشرك معنا أيضا بالنقاش من الرياض الكاتب والمحلل السياسي أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك وللأعزاء المشاهدين والمستمعين. بداية، كيف يمكن أو بما يمكن وصف موقف الحكومة إزاء مستجدات الأوضاع في سوق قطرة وشبوة؟ طبعا أخي العزيز، أولا يعني السؤال سؤال مهم، وليس هو سؤال قناة بلقيس أو سؤال برنامج الأخ سامي، ولا هذا السؤال هو سؤال الشارع، هذا السؤال هو سؤال المجتمع اليمني كاملا والرأي العام محليا وعربيا ودوليا. احنا بين سندان الحوثي ومطرقة الامارات وصمت وتخاذل الشرعية، وانا يعني اتحدثك من الرياض وانا جزء من الشرعية ومستشار في السفارة اليمنية التي تمثل الشرعية، لكن اقول لك باعتراف ان هناك تم يعني كمؤسسة رسمية من رئاسة الوزراء موقف رئاسة الوزراء متخاذل. الرئيس الوزراء السابق الذي رفع صوته وموقفه عاليا وأصبح محل احترام وتقدير الجميع سجل موقف في عدن وموقف في حضرة المكلا ومواقف داخل سقطرة، وما زال عندما شعروا أن هذا الرجل هو رجل الدولة رأينا سيستم التآمر والتحايل عليه حتى تم إقناع الرئيس بإزاحته، بل وأيضا وفرض عقوبة عليه كما نص. اليوم رئاسة الحكومة اليمنية، رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، مع احترامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، سجل مواقف كبيرة جدا وكان واضحا، واستعرضتم أنتم في بلقيس جزء مما أو أشياء مما تحدث بها وما زال على موقفه الثابت. طيب أستاذ أنيس، أنت تصف موقف الحكومة اليوم بالمتخاذل، ما أهمية أن تتخذ الحكومة ومسؤولي الحكومة والوزراء مواقف في ظل صمت الرئيس، صمت المؤسسات السيادية، يقال أنها هي من تتآمر وهي المتخاذلة؟ طبعا أخي الرئيس ليس صامي، لكن الرئيس أنا دعني أكشف لك بعض الأشياء التي لم تكن موجودة في وسائل العرب وليست خفية. في إحدى المرات الرئيس كان على موعد ببث خطابا تلفزيونيا للحديث عن عبث وانتهاكات وممارسات وسلوك دولة الإمارات. في اللحظات الأخيرة جاء ضغطا سعوديا وأوقف هذا العمل. صدق وإن الرئاسة اليمنية كانت قد أصدرت بيانا، وهذا البيان قد كان أرسل إلى رئاسة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، يستعرض ما ويحذر الممارسات التي كانت، وفي اللحظات الأخيرة يواجه الرئيس أيضا ضغطا سعوديا. باختصار الرئيس المؤسسة الرئاسية تواجه لكنها غير راضية. يا أخي أنت لو تستعرض خطابات الرئيس خلال المرحلة الماضية، كل الخطابات يتحدث فيها شاكرا للسعودية ويستثني الإمارات، سواء خطابات في الأعياد أو خطابات متعددة توحي على أن هناك شيئا ما. ثانيا أقول لك أنه لا يوجد حاليا أي تواصل ما بين الرئاسة والإمارات منذ سنة ونصف. إذا في أي شيء للإمارات ليشتم للرئاسة يكون الوسطاء هم السعوديين، وإذا تشتري الرئاسة شيئا من الإمارات تكون الوسطاء السعوديين. حالة تنافر موجودة لا ننكرها، حالة قطيعة موجودة لا ننكرها، حالة المستهدف أيضا من الشرعية هو الرئيس. يعني المستهدف حاليا من اليوم الاعلام يعني ان يخرج باقي خلفان وهو واحد من ضمن صانعي القرار داخل الامارات ويهاجم الرئيس بانه لا قيمه له ولا وجود له بمنطق بهذا المنطق، هذا ليس سهلا، هذا قبل 3 أشهر. ويوم امس يخرج هذا الصوت الناعق ويتحدث على تقسيم البلاد، يعني انت جيت من اجل استعاده الدوله اليمنيه الشرعيه للقضاء على الحوثي، او جيت لتقسم الشمال للحوثي والجنوب للانفصال. يعني طيب استاذ انيس، اذا كانت تحصل تدخلات كما قلت عندما يكون الرئيس في الرياض وبالتالي تمنعه من الحديث وكشف ومكاشفه الشعب، اليوم الرئيس هو خارج الرياض ربما في امريكا، ما الذي يمنعه ايضا من اتخاذ موقف والحديث مع الناس؟
القصه ليست قصه موقع انه في الرياض او في كذا، لا، القصه انه في يشعر الاخوه السعوديين، ما ادري الى الان لم نفهم الموقف السعودي موقفا يعني واضحا. الاخوه السعوديين يتحدثون مع الرئاسه ومع السلطه انهم مع وحده اليمن وشرعيه اليمن ودوله اليمن وتعزيز اليمن، ودعموا انعقاد مجلس النواب واختلفوا مع الاماراتيين في مساله انعقاد مجلس النواب واشياء. عبد ربه منصور هادي يراعي هذه المرحله. ثانيا، الاخوه السعوديين في نفس المؤتمر يستطيعوا ان يغيروا المعادله على موضوع الامارات. كثير من المواقف اشتدت، جاء الاخوه السعوديين في اللحظه الاخيره وعالجوها. فهنا المشكله، يعني اقول لك انه في ضبابيه في الموقف، ما ادري هل هي تبادل ادوار، هل هو في مشكله حاصله، هل هو كذا، لكن الاخوه السعوديين كموقف مع الدوله واقفين مع الرئيس وتصريحاتهم وتلقاءاتهم مع نائب الرئيس مع رئيس الوزراء مع الاجهزه، انهم مع شرعيه الدوله وبقوتهم وانهم هم المستهدفين الاول والاخر، ولا يمكن ان يصمتوا. لكن لماذا صامتين عن عبث الامارات؟ هذا سؤال حيرنا جميعا حتى الان. تبقى معنا استاذ انيس، اعود للدكتور محمد جميح. تبقى معنا استاذ انيس. دكتور محمد، دكتور محمد، نعم، استمعت الى حديث الاستاذ انيس منصور من الرياض في رده على هل الرئاسه هي المتخاذله اليوم والمقصره في التعاطي مع التطورات الاخيره التي يحصل، اذا كان هناك شيء استوقفك في حديث الاستاذ انيس، وايضا ما الذي يمكن برايك للسعوديه فعله اليوم فيما يخص تصويب وتصحيح العلاقه بين الشرعيه والتحالف؟ اخي عزيز، انا اريد ان اقول بعض النقاط. النقطه الاولى انه يعني حتى في ظل صمت الرئيس او صمت اعضاء في الحكومه او رئيس الوزراء او حتى الجانب السعودي عن بعض التجاوزات التي تصدر من بعض الاشخاص في الامارات، هذا لا يعني الرضا ولا يعني انهم في الموكب ذاته وانهم يهادنون، لا، ربما ينظرون الى انه الزمن كفيل بالمعالجه وهناك رسائل ووسائل دبلوماسيه يمكن فيها عن طريقها الايصال الملاحظات على التجاوزات. لكن نحن نقول ان هذا لم يعد هو المطلوب اليوم، لان الوضع تجاوز مساله الرسائل الدبلوماسيه واللغه الناعمه. ينبغي ان تكون هناك مصارحه، ونحن نقول لا ينبغي ان ينهدم هذا التحالف، لانه ليس في مصلحه اليمنيين قبل اعضاء التحالف الاخرين ان ينهدم هذا التحالف. والاصوات التي تدعو الى فض هذا التحالف هي اصوات اما انها تريد خدمه الحوثيين او انها اصوات بريئه لكنها يتلبسها كثير من الحمق وعدم الادراك وعدم الحس السياسي. يجب ان تكون هناك مسؤوليه، ويجب ان يكون هناك كلام واضح من الشرعيه، ويجب ان يكون هناك تصويب العلاقه المختله بين التحالف والشرعيه، لكن ينبغي البدء بذلك. نحن منذ اكثر من سنتين نحن نقول يجب تصويب هذه العلاقه، ولم يتم ذلك. يجب البدء، لا يمنع احد رئيس الجمهوريه، وصراحه قد فعل ما عليه من الصمت، قد سكت كثيرا وصبر كثيرا وابتلع المر من هذا التعبير، لكن عليه الان ان يتكلم، وعليه ان يتكلم، لا يتكلم اذا اراد ان لا يتكلم مع الناس، اذا اراد ان لا يضع الامور في نصابها امام وسائل الاعلام، لا نطالبه بذلك، بل ربما انا لا اميل الى ان اتكلم مع وسائل الاعلام، لكن عليه ان يتحرك باتجاه الامارات، عليه ان يتحرك باتجاه المملكه العربيه السعوديه من اجل المساعده على رفع هذا الصدع النكد بينه وبين الاماراتيين. اذا ما تم هذا التحرك، واذا ما نظفت الشرعيه نفسها من الداخل، فانها يمكن ان تتكلم بمسؤوليه وبقوه. نحن لسنا في موقف ضعف، وان كنا بالفعل يعني نحتاج الى التحرر العربي كمظله، لكن لسنا الى هذه الدرجه من الضعف. اذا ما تحركنا واستغلنا الجميع امكانياته الذاتيه واشتغلنا على ما لدينا، لكن انا اقول بانه على السعوديين كذلك ان يلعبوا دورا مهما في ذلك، لان ما يجري ليس في مصلحه السعوديه. اليوم صواريخ الحوثيين تصل الى اهداف مدنيه سعوديه في العمق السعودي، وعليهم ان يدركوا ان اليمن ليس الا محطه، منصه انطلاق لهذه الصواريخ باتجاه السعوديه، لان اليمن ليست الا ممرا في تصور واضح هذا الانشطار الاقليمي، ليست الا ممرا من اجل الوصول الى مكه والمدينه. هذا كلام ليس من قبيل التهويل، وليس من قبيل ضرب الرمل او قطعه التف او التنجيم، هذا كلام يقوله الايرانيون انفسهم بين الحين والاخر، ويتحدث به الحوثيون انفسهم، لان الهدف ابعد من اليمن،
الهدف والمملكة العربية السعودية وحصارها من الجنوب بالحوثيين، من الشرق بميليشيات الحشد الشعبي، ومن الشمال بميليشيات الحشد الشعبي في سوريا والميليشيات الأفغانية في سوريا وميليشيات حزب الله في لبنان. إذن الهدف هو هذه الكتلة الكبيرة العربية المتماسكة في قلب جزيرة العرب، ولا ينبغي أن نظل صامتين إلى أن يصل السكين إلى الحلقوم، يجب أن نتحرك. واليوم نحن نرى كيف أن إيران تتكلم من مصدر قوة، لأنها ستثنى على ميليشياتها طيلة 30 سنة، وهي اليوم تستثمر هذه الميليشيات. أشكرك دكتور محمد. تستثمر هذه الميليشيات لصالح مشروع الاستراتيجي. علينا اليوم ونحن معنيون باليمن، على المملكة العربية السعودية أن تتحرك باتجاه إصلاح تام للعلاقة بين الشرعية وبين الإمارات، لأنه لم يعد من قبيل إفشاء الأسرار أن هذه العلاقة متوترة وأنها مختلة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، وينضم إلينا من إسطنبول عضو مجلس النواب شوقي القاضي. أهلا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا بك أخي. أين أنتم كمجلس للشعب مجلس النواب بما يحدث من تطورات أخيرة وتحديدا في سوق قطرة وشبوة؟ هو واضح تماما أن ما يحدث الآن لا يفسر إلا في إطار انحراف مسيرة التحالف في موضوع وعوده مع الشأن اليمني والشعب اليمني والشرعية اليمنية، حيث توقفت جبهات كان ينبغي أن تستمر لتحقق الأهداف التي في إطارها تدخل التحالف العربي وبالتحديد الإخوة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. توقفت جبهة نهم بأمر التحالف، وتوقف تحرير تعز بأمر التحالف، وتوقف تحرير الحديدة بأمر التحالف. كنا نعتقد أنها استراتيجية تأتي في إطار التكتيك وتأتي في إطار تحقيق الأهداف الكبرى، وهي تلخص باختصار في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتعزيز بناء مؤسسات اليمن الاتحادي كما وعد بذلك الإخوة في التحالف، وأعلن في مؤتمر الرياض، وأعلن للقاصي والداني، وعلى ضوئه تم التدخل. لكن للأسف وجدنا أنه بأمر التحالف وفعل التحالف وتوجيه التعبل وضربات التحالف، لأنه كانت هناك تحصل بعض الخروقات في بعض الجبهات في نهم للتقدم باتجاه صنعاء، فيأتي طيران التحالف فيقصفها، مما يؤكد يقينا بأن التوقف هناك مريب. لكن جاءت الأحداث الأخيرة في سقطرى وفي المهرة وفي شبوة وفي عدن وفي غيرها، جاءت تزيل هذه الريبة وتوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك انحراف واضح تماما يسعى إلى، يعني ليس هناك من تفسير إلا أنه تفسير أحادي، يسعى إلى تمزيق اليمن، ويسعى إلى إضعاف الدولة اليمنية ومؤسساتها، ويسعى إلى إضعاف الشرعية، بل ويسعى إلى تمزيق الجبهة الداخلية، ويعني نفخ الفتنة فيما بين مكونات الشعب اليمني في إطار الشمال والجنوب من ناحية، في إطار المكونات السياسية من ناحية، في إطار المكونات القبلية من ناحية. وما الذي يحصل في الأيام الأخيرة إلا دليل واضح للأسف. المجلس النواب، لا أخفيك أخي الكريم، أنه بعد انعقاده في سيئون، وكان انعقاد يعني تحت إلحاح المجلس النواب، وبصراحة أقولها هنا ليس لا مجاملة ولا خوفا، كان بدعم من الإخوة في المملكة العربية السعودية هكذا بوضوح. لأنه للأسف عندما أردنا أن ينعقد مجلس النواب في عدن، رفض ممثل الإمارات في اللجنة، يعني أنا أقولها الآن للأسف بمرارة وبوضوح، ويلعن أبو السياسة ويلعن أبو الأحزاب ويلعن أبو المكونات التي انبطحت جدا يعني خوفا من هذا الطرف أو ذاك. اليوم بلدنا يتمزق وبلدنا يضيع. عندما تشكلت لجنة لتدارس أين ينعقد مجلس النواب قبل سيئون، رفض الأخ ممثل الإمارات العربية المتحدة أن ينعقد في عدن، ثم رفض أن ينعقد في المكلا، ولولا إصرار الإخوة في المملكة العربية السعودية لما انعقد مطلقا. فانعقد في سيئون بحماية كتائب عسكرية من الإخوة في المملكة. الآن نأمل، وأنا هنا أقولها على ضوء مسؤولية من الإخوة في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي لجأ إلى السعودية، لم يلجأ إلى دولة أخرى ولم يلجأ إلى مكان آخر، لجأ واستنجد بالإخوة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد بالملك سلمان.
ومن ثم كانت الاستجابة مشكورة، ثم يعني أنشئ التحالف واستدعت المملكة العربية السعودية بقية مكونات التحالف. اليوم الإخوة في المملكة العربية السعودية أمام مسؤولية تاريخية، مشكورين لتدخلهم في إيقاف هذا المد المليشاوي المتمدد الذي يهدد المملكة العربية السعودية أكثر مما يهدد اليمن. وهنا أؤكد على هذه النقطة وأقسم بالله العظيم أن عين المكونات المليشاوية سواء كانت يعني فارسية أو كانت دولية على المملكة العربية السعودية أكثر منها على اليمن. وبالتالي يعني هبت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وكان ما كان من التحالف، لكن طيب. اليوم انحرف مسار التحالف، وبدلا من أن يتجه لإنهاء الانقلاب اتجه إلى تمزيق اليمن، وبدلا من أن يتجه باتجاه تعزيز دولة الشرعية والتعاون مع مؤسسات الدولة لبناء اليمن الاتحادي، اليوم يتجه اتجاهات ما عادت مريبة، صارت واضحة. هذه طيب. إذا الانحراف واضح بحسب كلامك أستاذ شوقي، سأعود لك. طيب طيب سأعود لك أستاذ شوقي، أختم بسؤال أخير وفي دقيقة مع أنيس منصور الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. أستاذ أنيس، هناك من يقول الآن أن تعالي أصواتكم كناشطين وسياسيين والعديد ممن يتواجدون اليوم في السعودية وفي الرياض وتفاعل أيضا السعوديين معكم مع هذه الحملات والهاشتاجات المطلقة من الرياض، أنه يبدو أن هناك ضوء أخضر من المملكة العربية السعودية في ذلك، ما ردك؟ أخي العزيز، بالنسبة للهشتاجات والأصوات التي ظهرت من المملكة العربية السعودية، وأنا أقول لك الإخوة السعودية كمجتمع كنخب سياسية غير راضين عن الدور الإماراتي. الموقف القيادات هذا لا نعلم نحن، لكن الذي حاصل أنه لا يوجد هناك منعا حتى الآن، ولا يوجد هناك يعني او تقدر تقول انه السماح او انه ايعاز منهم، او لا، هي حالات تلقائيه ظهرت كثير من الوزراء، كثير من المحافظين، كثير من الناشطين، ان القضيه اكبر من ان تكون بيد السعوديه او بيد احد. الموضوع كبير، الموضوع يعني يمس سياده اليمن، يمس كرامه اليمن، يمس عزه اليمن، يمس احنا كما وتحدثت بها كثيرا ان نحن رفضنا الاهانه والذل من الميليشيات الحوثيه وقاومنا ودفعنا الثمن غالي، فكيف سنقبل الاهانه والذل من شخص غريب اجنبي بيننا وبينه الاف الامتار او ملايين الامتار والجبال والبحار، وياتي ليذلك، ان تاتي الطائره كطيران اليمنيه لا تنزل لا تسقط لا تهبط لا تقعد داخل مطار عدن الا باذن وبدفع مبلغ وغيرها من يعني هذه اهانه في حقنا يا اخي، مثلنا بر واهلنا كما يقال. طيب اشكرك جزيلا استاذ انيس، لم يعد لدينا وقت، شكرا جزيلا لك على العموم، والموضوع هو متواصل ومتابعته ايضا من قبل قناه بلقيس وكل سلام. شكرا لك انيس منصور كاتب والمحلل السياسي من الرياض، واختم مع الاستاذ شوقي القاضي. قلت ان اليوم على السعوديه اتخاذ موقف وهي امام مسؤوليه تاريخيه لتصويب هذا الانحراف في العلاقه بين الشرعيه والتحالف، ماذا عن مجلس النواب؟ هل هو امام مسؤوليه تاريخيه؟ هل يمكن ان يكون له موقف في هذه الاحداث والتطورات الهامه؟ طبيعي يا أخي الكريم، طبيعي، بدءا بالرئيس هادي، رئيس الدولة، رئيس القيادة الشرعية. هنا يعني نحن في لحظة فارقة، ما لم تتحرك قيادة الشرعية والحكومة والبرلمان، يعني ما حك جلدك مثل ظفرك كما يقال. اليوم اليمنيون كلهم بقيادة الشرعية ومؤسساته وبقيادة الشرعية ومؤسساتها وبقيادة الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تاريخية ستلعنهم الأجيال، يعني الأجيال والله ستلعن الشرعية وستلعن البرلمان وستلعن المكونات السياسية إذا تمزقت اليمن وإذا تجزأت اليمن إلى مزق ضعيفة. أيضا كلمة مهمة لإخواننا في المحافظات الجنوبية، أنا أتمنى أتمنى أتمنى، وقد يعني مؤتمر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أنصفت المكونات اليمنية، ولا مانع، لا مانع من كل الخيارات بعد أن تعود الدولة وتعود مؤسساتها، لكن أنا أتمنى أن لا يفرحوا الآن بوعود، أقسم بالله بأنه سيغدر بهم أكثر مما يغدر بغيرهم، أقسم بالله العظيم أن الفتات الذي يلقى للبعض
وأن الفتات الذي يرمى لهذه المكونات التي سياسية أو اجتماعية أو أي كائنا من كانت، هذه الفتات لا تساوي شيء أمام استلاب اليمن ويعني تجزئتها وأمام تمزيقها اليوم. حتى كمثال فقط، المكونات التي تدعم خارج إطار الدولة مع أن الداعم واحد، إلا أنها أشظى وأنها متجزئة وأنها متمزقة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة متربصة لكي يعني يتم تمزيق الجنوب وإعادته إلى ما قبل السلطنات كما يقال. أشكرك جزيلا. أنا أتمنى من الإخوة في جميع المكونات السياسية وبقيادة الشرعية والحكومة والبرلمان أن يقفوا عند مسؤوليتهم التاريخية. شكرا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ودي عاطف، يا مرحبا.